بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية. ضمنها سموه صادق تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال المغرب الشقيق، متمنيا سموه لجلالته بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي الشقيق اطراد التطور والتقدم، منوها صاحب السمو الملكي ولي العهد بهذه المناسبة بعلاقات الأخوة والتعاون المتينة والقائمة بين المملكتين وشعبيهما في العديد من المجالات.